يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نشرح اللي هي الهيمودايناميك 3 اللي راح تحكي عن الكواجوليشن فاكتورز وكيف بتصير عملية الكواجوليشن. هلا إذا متذكرين من المحاضرة الماضية فإحنا عندنا نحكي على نفس الستركتشر إنه في عنا الهيموستيسيس بحيث إنه بدنا نحافظ على البالانس ما بين البليدنج والكلوتنج، تمام؟ هلا لا يصير عندي بليدنج زيادة ولا كلوتنج زيادة، لازم أحافظ على البالانس ما بينهم. وفي عنا الإندوثيليوم والبليتلتس والكلوتنج فاكتورز كلياتها بتأثر على عملية الهيموستيسيس، بحيث إنه الإندوثيليوم إذا صار فيه إنجري مثلا رح يأثر بحيث إنه رح يصير بده يصير عنا كلوتنج يعني. والبليتلتس إذا صار لها أكتيفيشن برضو بدها تمنع لي البليدنج وتعمل كلوتنج، والكلوتنج فاكتورز من اسمهم راح يعملوا كلوتنج. فالبالانس ما بين هدول الثري فاكتورز لازم يضل إن بالانس واي يعني أو ليفل عشان نضل جوا الهيموستاسيس. هلا قبل ما نبلش بالكواجوليشن كاسكيد بدنا نتذكر سريع إيش صار قبل ما يصير عندنا الكواجوليشن. بده يكون الواحد انجرح، تمام، وبلش يصير عنده بليدنج. هلا بعد البليدنج المفروض انه مكان البليدنج يتسكر عشان ما نفقد ار بي سيز كثير، اوكي؟ فبهاي الحاله اللي راح يصير انه البليتلتس راح يصير لها ريكروتمنت للسايت اوف انجري عشان تعمل اجريجيشن على المكان وتسكره وتمنع البلود سيلز من انها تطلع من البلود ستريم تروح على التيشوز او تطلع من الجسم، اوكي؟ فهاي بالنسبه ل بشكل سريع يعني. ولو نروح نشوف فيديو هلا راح نلاقي اللي هي زي هلا بالاول الواحد بينجرح، اللي راح يصير بعد ما ينجرح راح يعني يصير زي حاله طوارئ في جسمنا، تمام، ويصير الدم يطلع من مكان الجرح. هلا اللي راح يصير انه البليتلتس راح تيجي وتبلش تسكر مكان الانجري وتعمل اجريجيشن وتنادي اشياء تانية. هلا وهي قاعدة الاجريجيشن رح يجي عنا اشي اسمه فيبرين، رح نشوفه باخر المحاضرة. الفيبرين هو اللي بيثبت البليتلتس بمكانها وما بخليها تتحرك، تمام؟ فباقي الفيديو بنكمله اخر المحاضرة او هلا شوي بس نوصل للكواجوليشن كاسكيد. هلا الكواجوليشن فاكتورز رح تيجي وتعمل لنا هون كواجوليشن، تمام. هلا بسبب الكواجوليشن اللي هي راح تعمله زي كأنها راح خلينا نحكي تعمل مكان للريبير، اوكي. هلا بعد ما يخلص الكواجوليشن كاسكيد اللي هلا راح نشرح ايش بصير، هاي الكواجوليشن كاسكيد بعد ما تخلص بكون تحتيها جهاز التيشو، اوكي. يعني هي يعني زي مرحلة انتقالية خلينا نحكي عبين ما الاندوثيليوم يرجع حاله. هاي فهي بتيجي بتساعد بعملية الريبير والكلوتينج وهاي الأشياء عشان نخلص من البليتلت أجريجيشن زي ما راح نشوف بالمحاضرة، أوكي؟ هلا نرجع للمحاضرة. الكواجوليشن كاسكيد هي عبارة عن شو؟ series of amplifying enzymatic reactions that lead to the deposition of an insoluble fibrin clot. يعني الهدف إني أنا بدي يكون عندي البليتلت اللي معمول لها أجريجيشن، وفي عنا الفيبرين اللي هو اللي شفناه اللي بيثبت البليتلتس بمكانها. فالكواجوليشن كاسكيد او هاي المرحله اللي هي بتصير بعمليه الكلوتينج اللي هي عباره عن انزيمز راح يشتغلوا، اوكي. كل انزيم بيصير له اكتيفيشن بيعمل اكتيفيشن لانزيم وراه، الانزيم اللي وراه راح يكون ان اكتيف بتحول لاكتيف بيعمل اكتيفيشن لكمان انزيم. كل هاي الانزيمز زي ما شفنا هاي الفقاعات اللي كلياتها طلعت على مكان الكلوت، هاي هي الكلوتينج فاكتورز راح تساهم بعملية الريبير للمكان اللي صار فيه الانجري. فبالاخر كل هاي الامبليفاينج انزيماتيك رياكشنز راح توصل لنا بالاخر لانه يتكون عنا انسوليبل فيبرين كلوت اللي هو الكلوتينج او الكلوت الموجود، يعني مثل الثرومبس بس هي مش الثرومبس، تمام؟ يعني هي الكلوت راح نسميها. هاي الكلوت هي راح تكون انسوليبل عشان تضل ثابتة بمكانها. يعني ايش فايدتها اذا كانت سوليبل وراح تمشي معنا بالبلوت؟ راح تكون انسوليبل وفيها الفيبرين اللي راح يثبتها عبين ما تتم عملية الريبير للاندوثيليوم، بعدين خلص بتروح كل هاي الكلوتينج فاكتور وبندمرها، اوكي. فبيحكي لنا انه بكل رياكشن راح يكون في عندي انزيم اللي هو الاكتيفيتد كواجوليشن فاكتور، وفي عندنا له سبستريت، ماشي؟ بس مين هون السبستريت؟ راح يكون ان اكتيف كرو انزيم، يعني هو انزيم لساته ما صار له اكتيفيشن.
فهو السبستريت. وفي عندنا كوفاكتور اللي هو راح يساعد او يسهل او يسرع عمليه اللي هي الاكتيفيشن. فراح يكون في عندي انزيم هون مثلا اللي هو الاكتيف ماسك في السبستريت اللي هو الان اكتيف برو انزيم. هذا الانزيم الشغال راح يشغل او يعمل اكتيفيشن للبرو انزيم. البرو انزيم راح يصير اكتيف، تمام؟ الاكتيف هذا راح يروح يشتغل على واحد تاني، على برو انزيم تاني، ويعمل له اكتيفيشن، وهيك قبل ما نوصل لاخر فاكتور راح نحكي عنه. هلا كل هاي العمليه اللي هي الاكتيفيشن، انه الاكتيف انزيم يعمل اكتيفيشن للبرو انزيم بواسطه الكوفاكتور، كلياتها راح تصير وين؟ على سطح لازم يكون نيجاتيف. طيب مين اللي بيوفر لي النيجاتيف سيرفيس؟ هو الفوسفوليبيد باي لاير يلي قاعد يطلع من البليتلتس. إذا متذكرين كنا حاكيين البليتلتس عندما يصير عندنا إنجري وبدنا نعمل كلوت، كانت البليتلتس تعمل فليب للفوسفوليبيد باي لاير تبعها، بحيث إنه تعمل لنا إكسبوز للنيجاتيف تشارج برا. هاي النيجاتيف تشارج هي اللي راح يصير عليها هاي الكوأجوليشن كاسكيد، بحيث إنه يصير عندنا أكتيفيشن لهدول الإنزيمز. وين راح تصير؟ على سطح البليتلتس اللي هو النيجاتيف، سبب الفوسفوليبيد باي لاير، تمام؟ لما صار لها فليب. هلا قبل ما نحكي عن هاي الشغلة بدنا نذكر شغلة حكيناها بالبيوكيم، تمام؟ لو نيجي على البيوكيم، فكنا بنعرف بالفيتامين كي، اوكي، انه كان في عنا اشي اسمه بريبروثرومبين، كان يطلع من الليفر بالان اكتيف فورم، اوكي. والبريبروثرومبين كان لو نطلع على الاستركتشر تبعه فكان اسمه جلوتامات، تمام؟ كان يجي عنا عشان يتحول البريبروثرومبين لا إشي اسمه بروثرومبين، كان يجي عندنا فيتامين كي اللي هو كوفاكتر لأي إنزيم لفيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز، يعني كان راح يعمل كاربوكسيليشن هذا الإنزيم للجلوتامات، تمام؟ بواسطة مين؟ الفيتامين كي. فكان الجلوتامات أو اللي هو بريبروثرومبين يتحول لبروثرومبين اللي هو جاما كاربوكسيل جلوتامات. هلا البروثرومبين مهم بعملية الكلوت زي ما راح نحكي لقدام. فالبريبروثرومبين عشان يتحول لبروثرومبين او من الجلوتامات عشان يتحول لجاما كاربوكسيل جلوتامات، كان في عندنا الفيتامين كي بيرتبط از كوفاكتور للفيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز، تمام؟ هلا هاي الجاما كاربوكسيل جلوتامات راح تصير في لها هاي افينيتي لانها ترتبط مع كالسيوم. مجرد ما انها ارتبطت مع كالسيوم هذا الستركتشر كامل راح يرتبط مع الفوسفوليبيد باي لاير ويصير له كليفج، بحيث انه يتحول من البروثرومبين للثرومبين اللي راح يعمل لنا الكلوت، تمام؟ فاللي بدنا نعرفه من هادي انه هون حكي لنا بالمحاضره، لو نبلش من تحت، انه الانزيماتيك رياكشن ذات برودوس جاما كاربوكسيليتد جلوتاميك اسيد بيستعمل فيتامين كي از ا كوفاكتور. زي ما شفنا البريبروثرومبين عشان يتحول لبروثرومبين او يتحول للجاما كاربوكسيليت جلوتاميك اسيد كان يستعمل الفيتامين كي از كوفاكتور للفيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز. نتيجتها شو كان يطلع لنا؟ اللي هي الجاما كاربوكسيليت هاي، تمام، اللي كانت ترتبط مع الكالسيوم، وحكينا بصير الكليفج وين؟ على الفوسفوليبيد باي لاير. فبيحكي لنا انه الاسمبلي بعد هيك للكومبلكس بيعتمد على الكالسيوم. اتفقنا انه الجاما كاربوكسيليتد جلوتاميك اسيد راح ترتبط مع الكالسيوم، هي اللي راح ترتبط مع الجاما اللي موجوده باي فاكتورز 2 و7 و9 و10. لو نختصرهم برقم اللي هم 1972، 1000 اللي هي عن 10 يعني، تمام، او الواحد يعني عن 10، و972 اللي هم 9 و2 و7. طيب الفكره هون انه ايش؟ هلا بروثرومبين، تمام، هو اللي رقمه 2 او الفاكتور 2، تمام، هو اللي بروثرومبين. فهون بيحكي لنا انه الجاما كاربوكسيليتد جلوتاميك اسيد موجوده بالفاكتورز يلي هم البروثرومبين او نفسه فاكتور 2، وكمان معاه 9 و7 و10. هدول اللي فيهم هذا الاستركتشر راح يرتبط مع الكالسيوم، وبعد ما يرتبطوا مع الكالسيوم على السطح اللي راح يكون نيجاتيفلي تشارجد فوسفوليبيد سيرفيس اللي بسبب الاكتيفيتد بليتلتس، راح يصير عندنا عمليه او الكواجوليشن كاسكيد. يعني على السريع نعيدها عشان نتاكد انها وصلت.
في عنا اللي هو الجاما كاربوكسيليتد جلوتاميك أسيد، تمام؟ عشان يصير عنا المركب هون لازم قبل يكون في عنا تفاعل حول الجلوتاميت أوكي للجاما كاربوكسيليتد جلوتاميك أسيد بواسطة الفيتامين كي أز كوفاكتور. هاي العملية راح تخلي الجاما كاربوكسيليتد الجلوتاميك أسيد عنده هاي أفينيتي لأنه يرتبط مع الكالسيوم. طبعا هاي الجاما وين موجودة؟ بأي فاكتورز اللي موجودين برقم 1972. بعد ما يرتبطوا بالكالسيوم راح يروحوا عند النيجاتيف تشارج سيرفس اللي هو بسبب أو موجود على الفوسفوليبيد اللي عملتها الأكتيفيتد بليتلتس لما حكينا هون عنها، تمام؟ هنا راح تصير عنا الكوأجوليشن كاسكيد بحيث انه الانزيم الاكتيف يحول لنا البرو انزيم بواسطه الكوفاكتور لاكتيف انزيم، تمام؟ اخر اشي بيحكي لنا انه هاي الرياكشنز بنقدر نوقفها بايش؟ دواء مثل كومادين او وارفارين. هلا الوارفارين راح يسكر اول تفاعل اللي هو راح يحول لنا الجلوتاميت لجاما كاربوكسيليتد الجلوتاميك اسيد بواسطة الفيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز. الوارفارين بيعمل انهيبيشن لهاي العملية، تمام؟ عشان هيك ما رح يصير عنا اكتيفيشن بحيث انه نتحول لعند الجاما كاربوكسي جلوتاميك اسيد اللي راح ترتبط مع الكالسيوم. هاي كلياتها راح تتسكر بسبب انه اول انزيم يلي بيعتمد على الفيتامين كي يتسكر بفعل مين؟ بفعل الوارفارين. هلا هاي حكينا عنها، بدنا نبلش بالفاكتورز عشان نشوف كيف بتصير عملية الكاسكيد. من اسمها كاسكيد يعني هي عمليات متتابعة، بدنا نشوف مين أول إنزيم بصير الأكتيفيشن، مين الثاني، مين الثالث. هلأ غالبا في عنا من 1 لـ4 بنحكي اسمهم مش رقمهم، تمام؟ يعني هم رح يكونوا 12 فاكتور، ماشي؟ وكلهم أرقام لاتينية، فمن 1 لـ4 غالبا رح نرجع لهم باسمهم. بس بدنا شغلة عشان ما نخربط قدام بالمحاضرة، مرات بينحكى واحد ومرات بينحكى تنين، تمام؟ فنعرف مين واحد ومين تنين. الواحد اسمه فايبرينوجين راح نشوفه، والتنين اسمه بروثرومبين يلي هو هلا كل القصة هاي عنه، تمام؟ طبعا مع اللي هي 10 و2 7. هلا عنا 3 اللي هو نفسه التيشو فاكتور، فبدنا بس نحفظ التيشو فاكتور، وفي عنا الكالسيوم، بعدين هدول بنحفظهم أرقام. طيب كيف هون احنا شايفين او واصلين لرقم 13 واحنا بنحكي انه في عنا بس 12 بروكواجولنت فاكتور؟ الفكرة انه الكواجولنت اللي رقمه 6، تمام، اكتشفوا انه هو نفسه 5، فعشان هيك اختصروا وشطبوا رقم 6، بس ما رجعوا يغيروا الترتيب، لا خلوهم زي ما هم. فنشطب عنا 6، يعني هون بنعد من 1 لـ13 بس بدون الستة، نعمل لها سكيب، تمام؟ طبعا الأرقام اللاتينية هي اللي بتعبر عن الفاكتورز، تمام؟ واتفقنا إنه 1 هو الفايبرينوجين و2 هو البرو إثرومب. هلا بيحكي لنا إنه activated when collagen tissue factor or negatively charged surface are exposed. يعني هاي الفاكتورز زي ما راح نشوف ما بصير لها activation إلا إذا كان في عنا شروط. من ضمن الشروط إنه الكولاجين اللي هو راح يكون sub endothelial موجود يصير له اكسبوجر، تمام؟ عشان هيك الكولاجين راح يعمل لنا اكتيفيشن لهاي الاشياء، لان الجسم راح يعرف انه ما دام بين عندي الكولاجين يعني في عندي انجري، يعني لازم ابلش بالكواجوليشن كاسكيد. وبرضه التيشو فاكتور موجود سب اندوثيليال، فمجرد ما يصير له اكسبوجر معناها انه في عندي انجري بالاندوثيليال، يعني بلش اعمل الكاسكيد او النيجاتيف تشارج اللي هي من البليتلتس راح تنعمل. هلا في عندي 2 باثويز بحيث انه الكاسكيد هاي مش بس واحدة، يعني يا اما بتصير بطريقه معينه او بطريقه ثانيه، تمام؟ هلا بدنا نعرف انه اذا كنا قاعدين نعمل اختبار تبع الكلوتينج باللاب، يعني مش جوا جسم الانسان، تمام؟ في عندنا طريقتين، يا اما اكسترنسك باثوي رح تستعمل فاكتورز معينه او انترنسك باثوي برضو بدها او لها طريقه معينه. هلا الانترنسك باثوي الشرط الاول تبعها عشان يصير عندنا اكتيفيشن يكون في عندي نيجاتيف تشارج سيرفيس. هلا النيجاتيف تشارج سيرفيس اذا كانت بالجسم راح تكون من البليتلتس، بس ما دام انا بحكي عن باثوي موجوده جوا اللاب يعني انا لازم اوفر هاي النيجاتيف تشارج، فبنحط اشي اسمه جلاس بيتس اللي هي راح تكون حامله نيجاتيف تشارج. هلا مجرد ما انه صار عندنا اكسبوجر للنيجاتيف تشارج بنكون احنا ماخذين عينه دم
من البيشنت عشان نشوف هل عنده الانترنسك باثوي فيها مشكله او لا. اذا ما فيها مشكله المفروض انه اول ما يصير عندهم اكسبوجر او نحط البلود على الجلاس بيدز مثلا، اول واحد راح يشتغل هو الفاكتور رقم 12 تمام، وهو هيك اللي هي بس رقم 12 راح يكون ان اكتف. لما يصير اكتف بنحط جنبيه بس حرف A انه صار له اكتيفيشن تمام. فاول اشي راح يصير له اكتيفيشن هو الفاكتور 12 بصير اكتيفيتد. الفاكتور 12 راح يعمل اكتيفيشن لواحد تاني وراه اللي هو 11 بصير برضو اكتيفيتد. 11 راح يعمل اكتيفيشن لتسعة ويصير اكتيفيتد. هلا في قاعدة بنثبتها انه دائما التسعة لما يصير له اكتيفيشن مرتبط مع 8 ماشي. هلا 8 بتشتغل as a co-factor يعني هدول هم factors، 8 لا co-factor. دائما لما التسعة يصير له اكتيفيشن بترتبط فيه 8 اوكي. هاي بدنا نحفظها. هلا هيك بنوقف عند الانترنسك باثوي، بنبلش بشيء اسمه common pathway اللي هي الباثوي اللي راح يجتمع فيها الاكسترنسك والانترنسك. يعني ببلشوا بداية مختلفة بعدين من عند هاي الكومون باثوي بصيروا زي بعض. هلا الفكرة ايش؟ انه هاي التسعة لما صار لها اكتيفيشن وارتبطت مع التمانية راح تعمل اكتيفيشن لمين؟ لعشرة. عشرة لما يصير له اكتيفيتد دايما راح يرتبط مع خمسة ماشي. فدايما خمسة ماسك مع عشرة لما يصير لهم اكتيفيشن. هلا عشان ما نخربط تسعة لو نطرح منها واحد راح تصير تمانية ماشي. فدايما تسعة مع تمانية ماسكين مع بعض، وهدول التسعة وتمانية راح يعملوا اكتيفيشن لمين؟ للي وراهم اللي هو عشرة. يعني ذكر انه ماشيين تمانية تسعة بعدين مين؟ عشرة. هلأ هاي العشرة لما يصير لها اكتيفيشن دائما راح تمسك مع خمسة اللي هو عشرة تقسيم تنين خمسة تمام. فمجرد ما صار عندنا الاكتيفيتد عشرة مع الاكتيفيتد فايف راح يحولوا البروثرومبين اللي هو رقمه تنين لاكتيفيتد تو. مين الاكتيفيتد؟ اللي هو ثرومبين. الثرومبين راح يعمل لنا ايش؟ كليفج للفايبرينوجين انتو فيبرل. الفيبرل اللي هي الفيبرين يلي راح يروح يثبت البليتلتس ماشي. يعني احنا بالاخر بدنا نوصل انه بدنا نحصل على الفيبرين يلي راح يروح عند البليتلتس ويعمل لها ستابيلايزيشن. فراح نمشي كل هاي الخطوات عشان نوصل لهاي المرحله. هاي بالانترنسك باثوي. طيب اذا الاكسترنسك تمام. الاكسترنسك اول اشي بدها اياه عشان يحفز الاكتيفيشن لاول فاكتور مسؤول عنها هو تيشو فاكتور. التيشو فاكتور اذا كان بالجسم راح يكون سب اندوثيليال، فبالانجري اللي بتصير بالاندوثيليال لاين اوكي راح يبين عنا التيشو فاكتور ويصير عنا الاكتيفيشن. بس اذا برا الجسم احنا قاعدين نعملها باللاب راح ايش؟ احنا نحط التيشو فاكتور بعدين بنحط البيشنت سيروم ماشي. مجرد ما انه حطينا البيشنت سامبل المفروض انه اذا كان طبيعي وما في عندنا اي خلل التيشو فاكتور راح ترتبط مع مين؟ مع الفاكتور رقم 7 ماشي. يعني هون بلشنا احنا برقم 12 وكان يرتبط مع شيء نيجاتيف، هون لا بنبلش برقم 7 ويرتبط مع التيشو فاكتور. مجرد ما انهم ارتبطوا مع بعض بصير اكتيفيشن لسبعة، عطول راح تعمل الاكتيفيشن للكومون باثوي اللي هي عشرة بصير لها اكتيفيشن بتمسك مع خمسة، بحولوا البروثرومبين لثرومبين اللي راح يحول الفايبرينوجين لفيبرين اللي راح يروح يعمل ستابيلايزيشن للكلوت تمام. هلا عشان ما نخربط في طريقة لقيتها صراحة بفيديو عنت ومفيدة يعني عشان نحفظ الترتيب. لما نبلش بالانترنسك بدنا نبلش نعد من رقم 12 ل8 بس بدون العشرة، يعني بدنا نعمل سكيب لرقم 10. فإحنا بنمشي 12 11 9 8 ليه؟ لأنه طنشنا العشرة. العشرة راح تكون بالآخر بالكومون باثوي ماشي. فرح نعد 12 11 نطنش العشرة 9 8 هاي العشرة هون اللي هي بالكومون باثوي ماشي. الطريق الثاني يلي هو من الاكسترنسك بس تنين اللي هم السبعة راح ترتبط مع 3. طبعا التيشو فاكتور هو نفسه 3 إذا متذكرين من هنا تمام. فالتيشو فاكتور اللي هي راح ترتبط مع 7 فبنبلش بسبعة زائد 3 اللي هي نفسها التيشو فاكتور مجموعهم كم؟ 10 اللي هي بالآخر الكومون باثوي اوكي. هلا العشرة حكينا دائما بترتبط مع 5 ماشي. فمجرد ما انه العشرة دائما بترتبط مع 5 هيها عطول العشرة تحتيها الخمسة ماشي. هلا عشان نعرف ايش الخطوة اللي وراهم اللي هي راح تكون عشرة تقسيم خمسة اتفقنا انه تنين ماشي.
تحت الخمسة راح نلاقي تنين. التنين بعبر عن مين؟ عن البروثرومبين اللي راح يتحول لثرومبين اللي راح بعدين يعملوا اكتيفيشن لواحد اللي هو فايبرينوجين ويتحول لفيبرين، اللي هي لو نيجي نضربها خمسة في تنين في واحد مجموع اللي هي مجموع الضرب يعني أو حاصل الضرب 10. أوكي، فهاي طريقة ممكن تكون أسهل لأنه نتذكر. هلأ هاي بالنسبة لللاب، يعني أنا لو حطيت السيرم مثلا المفروض أنه هاي العملية الوقت تبعها يكون طبيعي وهاي العملية يكون الوقت تبعها طبيعي، فأعرف أنه كل الفاكتورز اللي موجودة بجسم هذا البيشنت موجودة أو بتشتغل صح. هلأ إذا مثلا حطيت الانترنسك تمام وحطيت النيجاتيف تشارج وما بالاخر ما وصل عندي للكلوت للفيبرين كلوت، راح اعرف انه عنده مشكله بوحده من هدول الفاكتورز، وقتها راح نبلش انجر. طب لانه ما فيهم الفاكتور رقم 7 بنلجأ للاكسترنسك باثوي عشان نتاكد من وين الخلل. طيب ايش اللي بصير جوا جسمنا؟ يعني هاي طريقه راح تصير جوا اللاب غالبا تمام. طيب اللي بصير جوا جسمنا شو شبيهة فيها؟ اللي راح يصير جوا جسمنا اللي هي الاكسبوجر للتيشو فاكتور اللي موجود سب اندوثيليال تمام. فالتيشو فاكتور هاي مجرد ما يصير لها اكسبوجر راح ترتبط مع مين؟ مع 7 اتفقنا، ويصير لها 7 اكتيفيشن وبيرتبط مع التيشو فاكتور. هلا الفكره هون انه 7 راح يعمل اكتيفيشن لمين؟ كان عندنا بالاكسترنسك على طول يعمل اكتيفيشن ل 10، هون لا، في عندنا خطوه زياده اللي هي انه 7 راح يعمل اكتيفيشن ل 9 بالاول. أوكي، وتسعة اتفقنا لازم يرتبط مع 8، موجودين دايما مع بعض 9 و8. مجرد ما انه 9 و8 صار لهم اكتيفيشن وارتبطوا مع بعض راح يعملوا اكتيفيشن لمين؟ لعشرة. وعشرة مجرد ما صار له اكتيفيشن برضه راح يرتبط مع 5، دايما مع 5، اللي راح يحولوا البروثرومبين لثرومبين، والثرومبين راح يحول الفايبرينوجين للفيبرين كلوت. اوكي، بس في شغلة هون زيادة بدنا ننتبه لها، انه الثرومبين بيشتغل غير انه بيحول الفايبرينوجين لفيبرين، ممكن يشتغل بشكل عكسي. كيف؟ هلا مين اصلا اللي عمل اكتيفيشن للثرومبين؟ اللي هو 10 ماشي. طيب 10 هل بيشتغل بدون 5؟ لا. فالثرومبين عشان يساعد الجسم على انه يعمل لحاله اكتيفيشن راح يصير يشغل الكوفاكتورز اللي راح تساهم بالاكتيفيشن تبعته، اللي هي مين؟ 5 اللي المفروض ترتبط مع 10، وبرضه مين راح يعمل اكتيفيشن ل8 اللي لازم ترتبط مع 9 عشان بالاخر يعملوا اكتيفيشن ل10 ويعمل لحاله اكتيفيشن. وممكن يروح يجيب اشي زياده من عنده انه يعمل اكتيفيشن لرقم 11. اوكي، ورقم 11 راح يعمل اكتيفيشن او يزيد الاكتيفيشن، يعني يعمل امبليفيكيشن للسيجنال اللي راح تعمل اكتيفيشن ل9. فمن الاخر ال7 ترتبط مع التيشو فاكتور بيعملوا اكتيفيشن ل9، والثرومبين اللي صار له اكتيفيشن بكاسكيد قديمه مثلا راح يعمل اكتيفيشن ل11 اللي راح يزيد هاي الخطوه. هلا من 9 راح نوصل للاكتيفيتد 9 مع 8 راح يعملوا اكتيفيشن لمين؟ ل10. 10 راح ترتبط مع 5 ونوصل للثرومب. هلا هيك خلصنا الطريقه اللي هي الان لاب، يعني بالان فيفو بالجسم. هلا بدنا نحكي عن باللاب هاي، بس انه عشان نسيت ارجع للسلايد. اوكي، هلا في عنا تو تيست. التيست يلي بيختبر الاكسترنسك باثوي اللي هي القصيره هاي تمام بنسميه ايش؟ بروثرومبين تايم. اما الثاني اللي هو الانترنسك بارشل ثرومبوبلاستين تايم، يعني بس هيك اسم التيست صراحه ما بعرف ليش. هلا البروثرومبين تايم بيختبر الاكسترنسك، واذا متذكرين الاكسترنسك كان بهمنا مين؟ فاكتور رقم 7 تمام، وكان بهمنا فاكتور رقم 10 و5 لأنه راح يرتبط مع 10، وفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين والفايبرينوجين. هلأ الفايبرينوجين والبروثرومبين أساسيين بكل الكاسكيدز لأنهم بالكومن باثوي، معاهم العشرة والخمسة، واللي بيميز أصلاً الإكسترنسك إنه هو ببلش ب7 تمام. فهدول هم الفاكتورز، بينما الإنترنسك راح يكون بيهتم ب12 و11 و9 و8 و10 و5 و2 اللي هي البروثرومبين والفايبرينوجين تمام. يعني هم نفسهم هدول الفاكتورز اللي موجودين. هلا ايش الاشي اللي لازم اوفره باللاب عشان تتم العمليه صح؟ اتفقنا انه الاكسترنسك بدها تيشو فاكتور ماشي عشان تصير، فبدنا تيشو فاكتور، وبنفس الوقت دائما بدنا يكون في عنا فوسفوليبيد وكالسيوم. ليش؟ لانه اتفقنا من اول سلايد انه الكالسيوم اشي اساسي
عشان يصير عندنا activation، وبرضو عندنا الفوسفوليبيد بايلير شيء أساسي عشان يصير عندنا activation. بعديها بنقعد نستنى متى يصير عندنا الفيبرين بلوت ونسجل الوقت ونشوف هل الوقت طبيعي أو لا. هلا البارشل اللي هي الانترنسيك، تمام، راح إيش نحط؟ اللي هي النيجاتيف تشارج بارتيكل، ماشي، مثل الجراوند جلاس اللي راح تعمل اكتيفيشن لمين؟ ل 12 اللي هو بنسميه هاجمان فاكتور، يعني زي كأنه الأساس بهذيك السلسلة. وبرضو ما ننسى إنه لازم يكون في عندنا كالسيوم والفوسفو ليبر. هلا هيك خلصنا هاي الباثوي. هون نفس الحكي بيحكي لنا الانترنسيك والاكسترنسيك بوصلونا للبروثرومبين اكتيفيشن اللي راح برضو بمساعدة الكالسيوم يحول البروثرومبين لثرومبين، طبعا هاي اللي هي فاكتور اكس اللي هي الكومن باثوي، يحول البروثرومبين لثرومبين اللي راح يحول فايبرينوجين لفيبرين اللي بمساعدة الكالسيوم مرة تانية، وستيبلايزنج فاكتور اللي هي هو يعتبر يعني ستيبلايزنج فاكتور راح يجي 13 يساعده يثبته بالزيادة، راح يعملوا لنا البلود كلوت. هون بنرجع نعيد نفس الحكي انه عندنا الانترنسيك، تمام، ما بتعتمد على 7، ليه؟ لانه هي اصلا بلشت ب 12. فاول خطوه عشان تعمل اكتيفيشن للانترنسيك كانت انه بدنا النيجاتيف تشارج سيرفس، ممكن تكون سيليكا او اي مركب نيجاتيف. اول اشي راح يصير بسبب هاي النيجاتيف تشارج سيرفس يعمل اكتيفيشن ل 12 اللي راح يعمل اكتيفيشن ل 11، بعدين ل 9 اللي راح يرتبط مع 8 ويعملوا اكتيفيشن ل 10، وبعدين نمشي بالكومن باثوي. الاكسترنسيك لا، كان لازم الاكسبوجر لمين؟ للتيشو فاكتور. مجرد ما يصير عندنا الاكسبوجر للتيشو فاكتور كان يعمل اكتيفيشن ل 7، و7 كان على طول يروح للكومن باثوي. بينما طبعا ما ننسى انه في كل خطوه من الانترنسيك او الاكسترنسيك بدنا فوسفوليبيد وكالسيوم. اما الكومن باثوي هي اللي كانت تبلش في 10 وصل له اكتيفيشن لما يرتبط مع 5، ماشي، وبمساعدة الكالسيوم والفوسفوليبيد بحولوا البروثرومبين لثرومبين. هلأ عملية تحول البروثرومبين لثرومبين ممكن نسميها بروثرومبينيز كومبلكس، اللي هي راح تصير على البليتلت سيرفس اللي هي لأنها نيجاتيف تشارج. بعديها عنا الثرومبين راح يشتغل شغلتين، بروكو أجيولنت يعني راح يحفز انه يصير عنا الكلوت، وانتي كو أجيولنت بالوضع الطبيعي راح يمنع عنا انه يصير كلوت. فالثرومبين منيح لأنه بيشتغل، لما يكون لازم يشتغل بيزيد الشغل، ولما ما لازم يشتغل ما لازم يصير عنا الثرومبس أو كلوت، راح يوقف عنا الكلوت بالنيجاتيف فيدباك. هلأ البوزيتيف فيدباك اللي هي أظن نحط الصورة اللي هي حكينا عنها هون، أنه راح يرجع يشغل الأشياء اللي بتعمل له أكتيفيشن اللي هم الفاكتورز 5 و8 و11، تمام، أما النيجاتيف لا راح يثبط. هلا اخر اشي عن هدول الباثويز انه في عندنا الانترنسيك باثوي والاكسترنسيك، وعرفنا كل واحد فيهم. هلا في ادويه راح تثبط فاكتورز، السلايد معجب بس جدا سهل الموضوع. الورفرين راح نعرف انه بيعمل انهيبيشن لمين؟ للي هم 1972، لانه من اول سلايد اتفقنا انه الورفرين هو المسؤول عن الانزيم اللي راح يعمل اكتيفيشن لهدول الفاكتورز، ماشي، فما دام بعمل لهم اكتيفيشن الانزيم، اذا اجى الورفرين ثبط الانزيم راح يعمل لهم انهيبيشن. مين هم؟ واحد اتفقنا انه مقصود فيه 10، تمام، و9 و2 و7، طبعا التنين اللي هي البروثرومبين. ننتبه انهم وهم لساتهم انأكتيف، ماشي، هيهم 9 و10 و2 و7 وهم بالانأكتيف فورم. هلا بدنا نبلش بدواء تاني بيشبه الورفرين اللي هو الهيبرين. الهيبرين بيعمل inactivation أو inhibition لمين؟ لشغلتين، لا العشرة اللي هو activated ولا الثرومبين اللي هو too activated. يعني الهيبرين بيثبط الactivated ones، الورفرين لا الinactive. هلأ الهيبرين بيثبط هدول التنين. هلأ مدام الهيبرين بيثبط هدول التنين قمنا لقينا أدوية، واحد بيثبط بس العشرة الactivated، واحد بيثبط بس التنين أو الثرومبين، ماشي. فاللي دايركت ثرومبين انهيبيترز اللي هم دايركت اللي بيجوا على التنين المعمول له اكتيفيشن هم الارجاتروبان يمكن ودابيجاتران، صراحة صراحة مش عارف كيف بنقرو. وعندنا الشيء الثاني اللي الهيبرين بيعمل له ان اكتيفيشن هو العشرة الاكتيفيتد، فروحنا لقينا مين؟ فاكتور 10 الاكتيفيتد انهيبيتر اللي هم
الريفار ورزبان وإيد ورزبان وبتر ورزبان وأبي ورزبان، تمام؟ فهي بالنسبة له. هلا الإشي المش طبيعي أو الديس أوردر اللي ممكن نلاقيها إنه ناس عندهم ديفيشنسي بهدول الفاكتورز، تمام؟ فلو نيجي نتطلع على ديفيشنسي بواحد من هدول الفاكتورز اللي راح أحكي عنهم، لو نتذكر الإكسترنسك كانت بتبلش بمين؟ بفاكتور رقم 7، فراح يكون يعني زي الملك على باقي الأشياء. طبعا ملك على مين؟ على العشرة، والعشرة دائما بترتبط مع 5 حكينا، ماشي؟ ونطرح كمان واحد راح نصفي عنا 9، والتسعة دائما بترتبط مع 8، فالتمانية مع التسعة تبعتها، والعشرة مع الخمسة تبعتها، والملك تبعهم كلهم اللي هو 7، تمام؟ كلياتهم ممكن يعملوا لنا ايش؟ moderate to severe bleeding، يعني ممكن شوي وممكن يكون bleeding كتير. هلا اذا كان في عنا deficiency بالبروثرومبين اللي هو factor 2 راح تكون life threatening، يعني ممكن تموت. ليه؟ لانه اتفقنا انه الكلوت شرط انه يصير في عنا الفيبرين، نوصل للفيبرين عشان يعمل لنا stabilizing للبليتلت، ولا كان البلود فلو بضل يشيل البليتلت من مكانها اذا ما في فيبرين يثبتها. فالبروثرومبين بدونه مستحيل نوصل لخطوة الفيبرين، عشان هيك فقدانه او الديفشنسي تبعته بتكون بتهدد حياة الشخص يعني للخطر، تمام؟ عشان هيك غالبا ما رح يعيشوا كتير. هلا بالعكس بيحكي لنا انه الفاكتور 11 اذا صار فيه ديفيشنسي رح يكون بس مايلد بليدنج مش كتير. ليش؟ لانه اذا نرجع للانفيفو، تمام، فاحنا متذكرين انه الانفيفو ايش كان دور 11 بس يعمل امبليفيكيشن للسيجنال تبعت 9، بدونه عادي راح تصير هاي الخطوات تماما ما في نقصان، بس انه هاي اللهم راح تزيد السرعه يعني او راح تزيد المقدار. فإذا صار عندنا deficiency فيه عادي رح يصير عندنا mild bleeding مش كتير رح يأثر، بينما اللي عندهم factor 12 deficiency ما رح يصير لهم bleeding أصلا، وممكن يتكون عندهم thrombosis. ليش؟ لأنه لو نرجع برضو للصورة factor 12 هل إحنا شايفينه in vivo؟ بالمرة ما في factor 12، ماشي؟ فعشان هيك ما رح يصير عندنا bleeding. آخر المحاضرة رح أحكي لكم ليش بعمل thrombosis. هلا عشان هيك نمشي اللي هي الان فيفو. اول خطوه انه تيشو فاكتور بيمسك بال7 وبيعمل له اكتيفيشن. ال7 على طول راح يعمل اكتيفيشن لمين؟ لل9. 9 اول ما يصير له اكتيفيشن راح يربط مع 8، وهدول راح يروحوا بعدين على الكومن باثوي اللي هي بتبلش ب 10. بيرجع هون يحكي لنا انه المايلد بليدنج تندنسي بالبيشنتس اللي معهم فاكتور 11 ديفيشنسي هم اللي راح يصير معهم مايلد بليدنج، أما اللي هي is likely explained by the ability of the thrombin. حكينا الثرومبين بيقدر يعمل activation لمين؟ لـ 11، زي ما بعمل activation للكوفاكتورز اللي هم 5 و 8. عشان هيك فاكتور 11 بيشتغل as بيعمل يعني amplification للكوagulation cascade، عشان هيك بيعمل لي mild bleeding إذا صار فيه deficiency، ما رح تكون كتير different. طبعا هاي الصراحة حسيتها كتير معجقة، يعني الصورة اللي قبل كتير أوضح، بس هي نفس المبدأ، يعني إنه تيشو فاكتور رح يرتبط مع 7 يعملوا اكتيفيشن، بعدين بيروحوا للتسعة وممكن يصير عنا الـ11 بسبب الثرومبين وكله حكينا. هلأ كل شوي إحنا عادين نحكي الثرومبين، إيش فايدة الثرومبين أو اللي هو فاكتور 2 اكتيفيت؟ فايدة الثرومبين إنه بيربط لي الانفلاميشن والريبير مع الكوأجوليشن كاسكيد. يعني إذا مذكرين من محاضرات الانفلاميشن والريبير كنا نسمع باسم الثرومبين، مش هلا أول مرة نسمع فيه. فالثرومبين فيه لإله 5 أدوار رح نحكي عنها. أول شغلة بسويها إنه بيحول الفايبرينوجين للفيبرين، واتفقنا إنه الفيبرين هو اللي رح يثبت الكلوت، عشان هيك هو جدا مهم الثرومبين بعملية الكوأجوليشن. طبعا الفيبرين رح يصير له بعدين polymerization into fibril انه يصير زي خيوط، يعني الفيبرينوجين رح يكون inactive، لما نعمل له activation بصير اشي اسمه fibrin monomers اللي هم زي دوائر. خلينا نحكي لو افترضنا انه المونومرز تبعت الفيبرين دوائر، البوليميرايزيشن تبعتها عشان تصير fibril انه هاي الدوائر نجمعها عشان يصير filament، تمام؟ الفيلمنت هو اللي شفناه بالفيديو اول اشي رح يروح يثبت. هلأ هاي أول خطوة أو أول فائدة للثرومبين. هلأ الثانية إنه بده يصير عندنا amplification للcoagulation process. إذا برضو من الصورة هاي اللي حكينا عنها كيف الamplification اللي هي يعمل activation للفايف ويعمل activation للايت ويعمل activation للإليفن، تمام؟ فا
فهي هي الامبليفيكيشن، البليتلت اكتيفيشن والبرو انفلاماتوري افكت. هلا بدنا نفترض انه في عنا الانفلاماتوري سيلز هاي، وفي عنا البليتلتس، وفي عنا الاندوثيليال برضو، تمام؟ هاي الاندوثيليال كلياتهم عليهم ريسبتر معين، هي الريسبتر وهيو وهيو. شو اسم الريسبتر؟ بروتييز اكتيفيتد ريسبتر. هلا هاي الريسبترز بيرتبط عليها مين؟ الثرومبين، بحيث انه يعمل اكتيفيشن لهاي الخلايا. فاذا ارتبط الثرومبين على الانفلاماتوري سيلز والاندوثيليال سيلز، راح يخلي الاندوثيليال سيلز تعمل ريكروتمنت للخلايا اللي هي خلينا نحكي اليوتروسايتس والانفلاماتوري سيلز، وراح يعمل اكتيفيشن للانفلاماتوري سيلز لانها تعمل ريليز للمولكيولز اللي جواها، عشان يصير عندنا انفلاميشن مكان الانجري عشان يتبعوا الريبير. اوكي، بينما اذا كان على البليتلت برضه راح يعمل بليتلت اكتيفيشن عشان تزيد الاجريجيشن تبعها عند مكان الكلوت. اوكي، اخر شيء اللي هي انتي كوادولنت افكت، بالوضع الطبيعي راح يحول او راح يكون على النورمال اندوثيليال، يمنع البرو كوادولنت من انها تشتغل، يحولها كلياتها لانتي كوادولنت، ماشي؟ اللي هي بالنيجاتيف فيدباك. فبالمختصر السريع، انه بحول الثرومبين الفيبرينوجين لفيبرين اللي راح يتحول لفيبريل، وراح يكون انسول يبل حكينا عشان ما يدوب بالبلوت، عشان ما يصير له وش اوت يعني من مكان الانجري. فالفيبريل راح يثبت الكلوت، ويزيد الكواجوليشن بروسيس بانه يعمل امبليفيكيشن او يزيد اللي هي 8 و10 و11، وراح يكون في له ريسبترز على البليتلت يعمل اجريجيشن بزياده، وعلى الاندوثيليال سيلز والانفلاماتوري سيلز اللي راح تعمل ريكروتمنت للانفلاميشن ريبير سيستم وانتي كوجوليشن افكت. هلا اخر شيء، ايش الفاكتورز اللي ممكن تعمل لنا ليميتيشن للكوجوليشن، توقف عمليه الكوجوليشن؟ هلا once initiated the coagulation must be restricted to the site of vascular injury to prevent harmful consequences. يعني عندي هاي البلود فيزل، تمام، عندي الانجري بس بهذا المكان، فالكلوت المفروض تكون بس بهذا المكان مش بكل مكان، والكوادوليشن نفس الاشي يكون بس على السايت اوف انجري مش على كل البلود، ولا خلاص بصير كوادوليشن لكل البلود وبنموت مثلا. فعشان هاي العملية تتم صح، بصير شغلتين. الاولى اللي هي simple dilution، يعني البلود وهو ماشي بضل يعمل washing out لهدول الكوادوليشن فاكتورز، ماشي، بالتالي ما رح يضل إلا اللي مربوطين على site of injury، والباقي كلياتهم رح يروحوا ويضلهم بالinactive form. والتانية اللي هي negatively charged phospholipid اللي بسبب البليتلتس. البليتلتس وين بتيجي؟ على site of injury. فطول ما عنا بليتلتس عنا negative charge بيرتبط عليها coagulation cascade، بينما الباقي الاندوثيليوم ما رح يكون عليها negative charge، فما رح ترتبط coagulation factors، فما رح تعمل cascade تبعت، تمام. هلا في عنا اتفقنا انه الكلوت اوكي اتكونت. هلا الكلوت ما لازم تضل تزيد، يعني لازم نوصل لحد انه خلص بدنا نعمل ليميتيشن للسايز تبعها، وعشان نسهل يعني الذوبان تبعها لما خلص بدها تنفجر، زي ما شفنا القنبله فقعت البابلز اللي طلعوا بسبب الكواجوليشن كاسكيد انزيمز، تمام. هاي عشان نسهل الدايلوشن تبعها عشان تروح وخلص كل شيء يرجع طبيعي، لازم نعمل ليميتيشن للسايز، ما يضل الكلوت يزيد 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 لنوصل لمرحلة الثرومبوسيس، تمام. عشان هيك في عنا اشي اسمه فايبرينوليتك كاسكيد، يعني هي عبارة عن عمليات راح تصير عشان تكسر مين؟ الفيبرين. شو كانت وظيفة الفيبرين؟ هو كان اللي يعمل ستابيلايزيشن للكلوت، فبدنا نكسره عشان خلص ما بدنا هاي الكلوت بالمرة، فمجرد ما نكسره بيرجع الأشياء فارطين مش ماسرين مع بعض، وبصير لهم الديسوليوشن، تمام. هلأ الفكرة إنه مين اللي راح يعمل الفايبرينوليتك كاسكيد؟ هو بريكيرسر بيكون inactive بالبلود اسمه بلازمينوجين. أوكي، البلازمينوجين لازم يصير له activation بإشي أوكي عشان يتحول لمين؟ للبلازمين. هلأ البلازمين هو اللي راح يعمل الفايبرينوليسيس. فمن نفترض انه عنا هاي واحد، تمام، بده ياكل، بده ياكل مين؟ بده ياكل الفيبرين. هلا مين اللي بده ياكل الفيبرين؟ هو البلازمين. طيب البلازمين كيف طلع من الاكتيفيشن اوف بلازمينوجين؟ شغلتين هم اللي بيعملوا لنا اكتيفيشن للبلازمينوجين. الاولى اللي هي فاكتور 12 ديبندنت باثوي، يعني باثوي بتبلش ب
فاكتور 12، تمام؟ تعمل اكتيفيشن بالاخر للبلازمينوجين اللي راح يتحول لبلازمين وراح يعمل فايبرينوليسيس للفيبرين، وبكده يصير عندنا ديسوليوشن للكلوت. الشيء الثاني طبعا هون عشان هيك حكينا الديفيشنسي بفاكتور 12 ما بتعمل بليدنج لانه ما كانت اصلا بالانفيفو كاسكيد، وبنفس الوقت كانت ايش بتعمل ثرومبوسيس اذا متذكرين، عشان هيك الديفيشنسي تبعته اذا نقص ما راح يحول البلازمينوجين انتو اكتيف بلازمين اللي راح يعمل لنا الفيبرين فيبرينوليسيس، عشان هيك راح يصير عندنا ثرومبوسيس لانه ما في شيء يكسر الكلوت اللي قاعده تتكون. فبدنا نفهم إنه الكلوت هي الإشي الطبيعي، لما تزيد عن حدها كتير هي الثرومبوسيس أو الثرومبس. أوكي، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية اللي بتعمله أكتيفيشن إشي اسمه بلازمينوجين أكتيفيتر اللي هو التيشو بلازمينوجين أكتيفيتر. إذا متذكرين من هاي الرسمة الإندوثيليال راح يطلع إشي عليه زي الريسبتر أو موليكيولز اسمها التيشو بلازمينوجين أكتيفيتر، هاي راح تشغل برضو البلازمين وتعمل البلازمين انه يكسر الفيبرين، تمام؟ هلا بعمليه تكسير الفيبرين يعني الديجريدد مولكيولز اللي قاعده تطلع بنسميها فيبرين ديجريديشن برودكتس او بنسميها دايمر او دي دايمر، تمام؟ فهاي الدي دايمر بنستعملها زي ماركر للكلوت اللي قاعد يصير، يعني اذا شفت واحد مريض عنده الدي دايمر كثير مرتفع راح اعرف انه كثير قاعد يصير عنده فايبرينوليسيس، فرح يكون في عنده مشكلة بالفيبرين انه مثلا كتير زايد عن حده او عنده فاكتور 12 كتير شغال زيادة عشان هيك قاعد يكسر بزيادة، تمام؟ هلا هاي العملية الطبيعية انه بدنا نكسر، اوكي؟ طبعا بدنا نكسر للابد قبل ما تخلص. هلا لازم اشي تاني يمنع هاي العملية، يعني لازم اي اشي عندنا بالجسم معمول له بالانس، اشي بعمل له اكتيفيشن اشي بعمل له انهيبيشن، فاللي راح يعمل انهيبيشن لهاي البلازمينوجين او تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر هي شيء اسمه بلازمين انهيبيتر او بلازمينوجين اكتيفيتر انهيبيتر، هو اللي راح يعمل انهيبيشن لهاي العمليه، بالتالي ما يتحول عندنا البلازمينوجين انتو بلازمين، فما راح يعمل فيبرينوليسيس فراح تضل الكلوت مكانها. اوكي، هلا هذا الجدول صراحه فهم يعني مش حفظ، بيحكي لنا انه السايت ايش في عندنا جوا الفيزل وول وايش جوا السيركيليتنج اليمنت يعني جوا البلوت. الثرومبوجينيك راح تعمل ثرومبوسيس، والانتي ثرومبوجينيك اللي هي راح تعمل او هاي يعني راح تعمل الكلوت، هاي راح تمنع الكلوت. فمنطقيا اذا صار عندنا اكسبوجر للاندوثيليوم تيشو فاكتور او للكولاجين بنعرف انه هاي الشغلتين بتزيد الكلوتينج، بينما الهيبرين مثلا والثرومبوموديلين راح نحكي عنها والتيشو بلازمينوجين اكتيفيتر والانتي ثرومبين بروتين سي واس راح نحكي عنهم بلازمينوجين، كلياتهم بيمنعوا الثرومبين زي ما شفنا انه بكسروا الكلوت، وهدول كلياتهم راح يكونوا بيزيدوا الكلوت. هلا اخر شيء بدنا نحكي عن النورمال اندوثيليا. هلا البالانس ما بين الانتي كوجولنت والبرو كوجولنت المفروض انها تكون ببالانس واي بالنورمال بيرسون، تمام؟ مين اللي بيحددها؟ هو الاندوثيليوم. فالنورمال اندوثيليوم في عليه فاكتورز كثيره اللي بتعمل انهيبيشن للكوجوليشن، تمام؟ وبتعمل برضو انهيبيشن للبليتليتس والكواجوليشن فاكتورز، وبتساعد على مثلا الفيبرينوليسيس، بالتالي راح يبطل في عندنا تكون للثرومبوسيس او راح ننحمي من الثرومبوسيس. هاي بتنقسم لشغلتين، الاولى اللي هي بليتليت انهيبيتوري افكت، يعني الاندوثيليال راح يعمل ثلاث اشياء، تعمل انهيبيشن لمين؟ للبليتليت، والثانيه راح تعمل انتي كواجولنت تمنع الكلوت من انه يتكون. هلا اللي راح توقف فيها البليتلت اول اشي راح تنتج ايش؟ ماده اسمها ADP اللي هي الادينوزين دايفوسفاتيز، اوكي، اللي راح يكسر الادينوزين دايفوسفات، وبرضه البروستاسايكلين او PGI2 والنيتريك اوكسيد، كلياتهم هدول بيعملوا انهيبيشن للبليتلت اكتيفيشن وبتضل ان اكتيف، فما بصير عندنا الكلوت. الاشي الثاني انه راح تعمل لنا يعني هي عندنا الاندوثيليال، تمام؟ تحتيها مين؟ السب اندوثيليال مولكيولز اللي هم الكولاجين والفي دبليو اف، اوكي؟ فهدول الفائده تبعت النورمال اندوثيليال انه هي عامله حاجز ما بين الكلوتينج فاكتورز اللي بالدم وما بين هدول الفاكتورز، بالتالي بتضل ان اكتيف البليتلتس والكواجوليشن كاسكيد. اخر اشي بتسويه انه راح تغير الاكتيفيتي تبعت الثرومبين، اتفقنا الثرومبين بيشتغل تنتين، يا ما بيعمل انهيبيشن يا ما بيعمل اكتيفيشن، النورمال اندوثيليال بخليها تعمل
inhibition لا الثرومبين اللي ما يعمل يعني اللي هي الكلوت. بينما الانتي كوأجولانت في عليها مولكيولز كتير رح نحكي عنهم, ثرومبوموديولين وبروتين سي برضو رح نحكي عنه, هيبرين لايك مولكيول, تيشو فاكتور باثوي انهيبيتور. هلا الفكره هون انه هاي الاشياء كلياتها موجوده على ايش, على الاندوثيليوم. فاول اشي ممكن نلاقيه هو الثرومبوموديولين. الثرومبوموديولين عبارة عن ريسبتر موجود على الاندوثيليال سيل, وظيفته ايش؟ يفرمت الثرومبين. كيف يعني؟ يعني ينسي الثرومبين انها كانت تعمل كواجيوليشن, زي كأنه بمسك دماغها وبكبه بالزبالة بنسيها انه ايش الثرومبين بيعمل, ماشي؟ فرح يغير الثرومبوموديولين شغل الثرومبين. فالثرومبين شو رح يسوي؟ ما دام نسينا ايش بده يعمل, احنا برضه راح نحكي له ايش بده يسوي. فراح يروح يمسك ببروتين سي. البروتين سي بيمسك بشيء اسمه اندوثيليال بروتين سي ريسبتر, ماشي؟ بحول البروتين سي بمسكه مع بروتين اس عشان يصير لهم اكتيفيشن, لانه ما وصل لهم اكتيفيشن الا اذا مسكوا مع بعض. مجرد ما مسكوا مع بعض صار لهم اكتيفيشن, راح يروحوا على الفاكتور 5 اللي activated والفاكتور 8 اللي activated ويعملوا لهم inhibition. بالتالي راح يصير عندنا الانتي كوأجولانت اكشن, تمام؟ فكليات هذا الحكي اللي محكيه. هلا الهيبرين لايت مولكيولز, نيجي للرسمه. في عندنا هيبرين لايت مولكيولز راح ترتبط على شيء اسمه انتي ثرومبين 3, ماشي؟ الانتي ثرومبين 3 اللي هو عباره عن انزيم بيمسك مع الثرومبين من اسمه انتي ثرومبين, فراح يمسك مع الثرومبين. متى؟ مجرد ما انه يمسك بالهيبرين لايت مولكيولز. فالاندوثيليال راح تطلع لنا الهيبرين لايت مولكيولز اللي راح تمسك بالانتي ثرومبين, والانتي ثرومبين راح يمسك الثرومبين ويعمل له ان اكتيفيشن, بالتالي ما راح يعمل الكلوت. برضو اشي تاني راح تطلعه اللي هو تيشو فاكتور باثوي انهيبيتر, ماشي؟ يعني التيشو فاكتورز اللي كانت مثلا تطلع من الاندوثيليال تعمل اكتيفيشن لرقم 7 ويبلش عن الكاسكيد, مين بعمل لها ان اكتيفيشن؟ اللي هو تيشو فاكتور انهيبيتر موجود على الاندوثيليال, بيعمل ان اكتيفيشن للتيشو فاكتور اللي هو 7 اللي اكتيفيتد, فبيوقف هاي الكومبلكس وما بصير عندنا الكاسكيد. وحكينا الثرومبوموديولين راح نفرمت السي ونخليه يعمل ان اكتيفيشن لهدول بدل ما كان يعمل خلينا نحكي كلوت. وبرضه راح طلع البروستاسايكلين والنيتريك اوكسايد والاي دي بي اللي راح يعملوا انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن, لانه بيعملوا لهم انهيبيشن من الاكتيفيشن. اخر شيء اللي هي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتر اللي ببلش الاكتيفيشن تبع الفايبرينوليسيس عن طريق انه يعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين يتحول للبلازما. فهاي اللي هي المختصر يعني هي اللي حكينا عنه هون. بس في شيء زياده انه الهيبرين لايت مولكيول لما يرتبط بيرتبط مع الانتي ثرومبين 3, وظيفته يعمل انهيبيشن لمين بالضبط؟ لا 9 الاكتيفيتد و10 و11 و12, يعني بلش نعد من 9 لحد 12. والباقي الكليات بحكينا. هلا هيك خلصت المحاضره, بس نتأكد من الوقت. في مجال هنا نشوف فيديو سريع بس يورجينا اللي هي ايش او اللي هي الكاسكيد تبعت الكوأجوليشن, مراجعه يعني خلينا نحكي للكاسكيد اللي هي الاكسترنسك والانترنسك, تمام؟ هلا لو نيجي نتطلع, فاول خطوه كانت تصير اللي هي انه البليتلتس بتيجي على مكان الانجري وبتعمل المورفولوجيك تشينج تبعها مجرد ما يصير لها الاكتيفيشن, تمام؟ بعد هاي الخطوه راح يبلش عندنا الاكسبوجر للتيشو فاكتور والاشياء اللي موجوده تحت اللي هي راح تبلش تشتغل يا اما اكسترنسك او انترنسك. إذا كان عندنا تيشو فاكتور المفروض يرتبط مع مين؟ مع 7 ويعمل له اكتيفيشن. بعدين 7 اللي هو الاكتيفيتد يروح يرتبط مع 10 اللي هي بالكومون باثوي. هاي بالنسبة للكومون باثوي أو الاكسترنسك باثوي. هلا لما بدنا نشوف الانترنسك اللي هي الطويلة اللي راح يصير عندنا إنه 12 راح يصير اكتيفيتد يعمل اكتيفيشن ل 11 ل 9 و 9 ل 8 أو يرتبط مع 8, اللي هم هدول التنين المفروض يعملوا اكتيفيشن لمين؟ لعشرة. اوكي, مجرد ما يصير اكتيفيشن لعشرة من الطريقين راح نشوف انه راح يرتبط مع 5. خلينا نمشي شوي. هي ارتبط مع 5. اوكي, هلا مجرد ما ارتبط مع 5 راح يرتبط مع البروثرومبين ويحوله لثرومبين. هلا الثرومبين راح يزيد عدده كتير ويروح للسايت اوف انجري, فزي ما نشوف هون كلياتهم راحوا على السايت اوف انجري,
وكلياتهم هدول البروثرومبين أو الثرومبين راح يحولوا الفايبرينوجين لفيبرين. فهي الفايبرينوجين قاعد يتحول لفيبرين، طبعا فيبرين مونومرز اللي راح تتحول بالبوليمرايزيشن ل اللي هي الفيلمنتس اللي راح تروح على السايت اوف انجري وتعمل ستابيلايزيشن للكلوت. تمام، طبعا بهيك بتكون خلصت المحاضره، وان شاء الله تكون وضحت، ويعطيكم العافيه.